السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم. مرحبا بكم معايا مره اخرى في قناتي شهواتكم. اليوم ان شاء الله هذا الفيديو غادي يكون عباره على روتين ديال تحضير طلبيه. كيف ما كتلاحظوا معايا، هي هذه لا كوموند اللي خرجت. هاد لا كوموند كتتكون من 6 اشكال ديال الصابلي كيف ما كتشوفوا معايا، وكتتكون من الفقاس، وكتكون من الغريبه، المعلكه بالسميده والكوك، وكذلك من المعمول ديال التمر. نخليكم تشوفوا الاشكال، ونتمنى ان هذا الفيديو ينال اعجابكم وتستافدوا منه، خصوصا البنات اللي كياخذوا لي كوموند يستافدوا يعني من الطريقه ديال العمل وكيفاش نظمت الخدمه ديالي. وفي نفس الوقت راكم كتكونوا يعني مقابلين داركم، وفي نفس الوقت راكم كتخدموا الكوموند ديالكم بما فيها يعني كطيبوا غداكم. ضروري تاكلوا ماكلتكم في الوقت وتقابلوا ماكله وليداتكم. ونتمنى ان الفيديو يعجبكم كيف ما قلت لكم، وتابعوا معايا. اول حاجه بديت بها هي العجينه ديال الصابلي، بعد ما يعني عجنتها وخلطتها وقديتها صافي، درتها في بلاستيكه ودرتها في الثلاجه، خليتها تبات كيف ما كنقول لكم دائما. خليتها انا تبات ليله كامله، كنعجنها ديما في الليل ونخليها تبات حتى الغد اللي في الصباح عاد باش كنبدا نشكل فيها ونطيبها. وغادي تلقاو يعني الطريقه ديالي في الصابلي في الفيديوهات السابقه، ما بغيتش نطول الفيديو بزاف ونعاود الطريقه. والمقادير كذلك راه غادي تلقاوهم. انا غادي نحط لكم الروابط ديال هادشي كامل في صندوق الوصف اسفل هاد الفيديو. تقريبا هنايا درت عجنه ديال ربعه الزبده، لان كانت عندي كوموند بالامس يعني، وخدمت منها هذاك الشيء اللي خاص للسيده، كان عندها صابلي ديسونس خدمت منها، وداك الشيء اللي بقى ليا خدمت منه هاد لا كوموند هادي نيت. وعجنت دابا هاد الرابعه ديال الزبده باش نكمل لا كوموند، وملي طيبتها مازال خاصني، ودرت نص عجنه اخرى يعني 125 غرام ديال الزبده. صافي هكا كنطبع الصابلي ديالي ودرته في الطاوه ودخلته للفران يطيب. هاد الوقت اللي كندخل فيه اللاطه كنبدا نصايب الموتيف ديالي ديال الشكلاط، يعني كنحسب عارفه عدد الحبات عندي في كل كيلو شحال غيخرج ليا، وكنحسب عدد الحبات ديال الصابلي مع عدد الحبات ديال الموتيف، وكنزيد شويه لتعود تهرس شي وحده، ولا لا بالنسبه للموتيف لا بالنسبه للصابلي. صافي البنات، بعد ما طاب الصابلي ديالي كتلاحظوا هادو هما الاشكال اللي درت، 6 ديال الشكيلات، كاين فيهم اللي صغير كاين فيهم اللي كبير، وهذا هو اللي كيتحكم في عدد الحبات في الكيلو. وهادو البنات الموتيف ديال الشوكولا اللي وجدت، يعني كل شكل وجدت ليه الموتيف ديالو كيف ما كتلاحظوا. صافي بعد ما وجدت الموتيف والصابلي خليتهم، درتهم في بواطات اللي كيتسدو مزيان، وخليتهم على جنب. الموتيف بيان سيغ درته في الثلاجه، والصابلي راه خليته غير على برا. ودزت دابا باش نخدم المعمول ديال التمر. كيف ما كتلاحظوا هنايا يعني خلطت الزبده مع السكر الثقيل مع هذا مع الفاني بنكهه زهره البرتقال مع قرصه ديال الملح. صافي وكنبدا نكمل التحضير ديال المعمول ديالي، كنضيف الزيت وكنكمل التخلاط. يعني دابا غادي نصاوب العجين ديالي البنات. هذا النهار الاول يعني خدمت فيه كيف ما قلت لكم الصابلي، العجين ديال الصابلي والموتيف ديال الشكلاط. وكنت ديجا يعني ديجا عندي كميه ديال الصابلي من الطلبيه السابقه. هذا هو النهار الاول، دابا هنا راه في الليل، انا كنخدم دابا المعمول باش غادي نخليه يبات حتى الغد ليه عاد باش نطيبه. ها نتوما تابعوا معايا. نسيت البنات ما قلت لكم، انا هنا يعني درت جوج ديال العجنات. هذاك الفيديو السابق اللي كنت حاطه لكم في القناه اولا الوصفه اللي غادي تلقاو ان شاء الله الرابط ديالها في صندوق الوصف اسفل هذا الفيديو، كنت خدمت نصف ديال هذه الكميه. تقريبا كتخرج كيلو ونص، كيلو ونص، كيلو 400 غرام بحال هكاك على حساب. وسميتو اليوم درت انا جوج عجنات لان حاجتي بجوج كيلو يعني لهاد الطلبيه نيت، وغادي نحتاج ما تبقى فواحد الطلبيه اخرى ان شاء الله. صافي البنات بعد ما كملت التشكيل ديال العجين ديالي كامل، صافي كنبداو يعني نشكلوا المعمول ديالنا بالطريقه المعتاده.
صافي، غنبقى نكمل البنات بهذه الطريقه حتى نسالي الكميه اللي عندي كامله. صافي البنات، بعد ما كملت الكميه اللي عندي كامله كيف ما كتلاحظوا، درت جوج ديال الرشمات، هذيك الوريضه وهذه الوريضه حتى هي. صافي درتهم هنا، استفتهم في هاد البلاطوات وغادي نخليهم يباتوا حتى للغد ليه في الليل عاد باش غادي نطيبهم. في اليوم الثاني بديت بالفقاس اول حاجه، بعد ما فطرت وليداتي بطبيعه الحال وقديت شنو خصو يتقضى ليا، يعني كتخدموا هكا وهكا باش حتى حاجه ما تغلب عليكم، يعني ما نخليوش الشقه ديال الدار مجموع علينا وحنا كنصايبوا هكا شي كوموند، لاننا هذيك الروينه غادي تطلع علينا الدم وما غاديش تخلينا نخدموا على راحتنا. صافي كيف ما قلت لكم غنبدا دابا نوجد الفقاس، الفقاس المعتمد عندي باللوز، غنخلي لكم حتى هو الرابط ديالو في صندوق الوصف اسفل هذا الفيديو. صافي انا كناخذ هذيك الكميه وكنقسمها على أربعة، يعني كنفضل نقسمها بالميزان باش يجيوني هذوك لي بودان على قد اللاطه ديالي ديال الفران. كل لاطه كندير فيها جوج ديال لي بودان كيف ما كتلاحظوا. صافي هنايا يعني كنشوف الا كانت شي لوزه خارجه من الفوق ولا من الجناب كنعاود نرجعها في الوسط، وكنديرهم هكا حرابل وكنديرهم في الطاوله اللي مفرشها بورق الزبده، كندهنهم كيف ما كتلاحظوا، كنجيب واحد الفورشيط وكنشرطهم، كنشرط هاد لي بودان ديالي. صافي ومن بعد غادي ندخلهم يطيبوا في الفران، فران يكون بارد ما نشعلوش من قبل حتى كندخل لاطاس ديالي، عاد كنشعل الفران وكنبعدهم على العافيه، يعني كنديرهم في الرف الفوقاني يعني ما كنديرهمش ملامسين للعافيه لتحت. دابا نصاوب التعليكه ديالي يعني بالعسل والشكلاط كيف ما كتلاحظوا، يعني غادي تلقاوها حتى هي في فيديو ديال الصابلي، وغادي نزيد لها النكهه الناطه. صافي غادي نقسم التعليكه ديالي، غناخد منها غير واحد شويه، غندير فيه النكهه ديال الفرامبواز لانني محتاجاها يعني في الصابلي اللي درت فيه الموتيف بالنكهه ديال الفرامبواز، بغيت نعزز هذيك النكهه في الصابلي، كيجي لذيذ هكا التعليكه كتجي رائعه بهذا المذاق، كتلاحظوا راه كتجي معلكه وكتجي زوينه بزاف. صافي دابا غادي نبدا نفيني الصابلي ديالي، كتلاحظوا كندهن الصابلي بالتعليكه ديالي. صافي كنلصق فوق الموتيف، يعني هاد الشكل هكا هو داير، ما فيهش مازال الفينيسيون من بعد، كيكون غير الصابلي على الشوكولا. صافي وكندوز باش كنبدا نفيني الشكل الثاني، كتلاحظوا هاد الشكل كيجي حتى هو الشكل المنظر ديالو كيجي زوين وكيجي المذاق ديالو لذيذ. هنا فينيتو بكوكاو، يعني كندير الموتيف ديال الشكلاط وكندوز جناب في كوكاو كونكاسي اللي محمر. صافي غنوريكم غير هاد جوج شكال، لانهم هادو كنت قدمتهم شحال هذا وقلت نعاود نقدمهم لكم، اما الشكال الاخرين يعني ديجا مقدمهم لكم غير مؤخرا في فيديوهات سابقه. دوز هكا ساتيون في الدوغي من الفوق ديال الشكلاط كيعطي واحد المنظر زوين. صافي البنات، بعد ما كملت يعني الفينيسيون ديال الصابلي ديالي، هاد النهار كامل دوزته في الفينيسيون ديال الصابلي. صافي ومع الشقه ديال الدار والولاد راكم عارفين. صافي هنا في الليل بديت غادي نطيب يعني حلوى التمر ديالي، كناخذها هكا وكنتكها مزيان من الفوق ومن التحت وكندخلوها الفران، كطيب على نار اللي تكون مهيله، كنخليوها تحمر شويه من التحت ونخليوها يذهب اللون ديالها من الفوق. صافي بعد ما كطيب كنخليها يعني واحد 3 سوايع هي القليله باش تبرد ليا الحلوى ديالي مزيان. صافي وكنبدا هكا ندوزها في سكر كلاصي سبيسيال ونبقى نمسح ليها الوجه ديالها بصبعي باش هذيك الرشمه تبقى باينه. صافي البنات، بعد ما كملت الحلوى ديالي عفوا حتى هي درتها في بواطات وعبرتها. صافي واي حاجه كنعبرها يعني كنسدها وكنحطها على جنب، اللي كيدار في الثلاجه راه يدار في الثلاجه واللي كيبقى برا راه كيبقى برا. صافي بعد ما ساليت هذا المعمول ديال التمر ديالي في الطياب، خديت الفقاس وبديت كنقطعو. هذا النهار الثالث يعني في الصباح، لاني طيبت المعمول ديال التمر في النهار الثاني في الليل، هنا في الصباح خديت الفقاس ديالي وبديت كنقطعو. كنقطعو بهاد الكيتور باش كيتقطع ليا بلا ما يتفتت متى حاجه وما كيمحنيش كيف ما كتلاحظوا معايا. بعد ما ساليت الفقاس دابا يعني دزت الحلوه ديال السميده والكوك اولا المعلكه بالسميده والكوك، خليتها حتى الليل عاد باش بديتها، كانوا عندي شي اغراض اخرين قضيتهم وسط النهار وخليتها حتى الليل بعد ما نعسات بنتي يعني باش نخدمها على خاطري. صافي وبديت كنخدمها كيف ما كتلاحظوا معايا، يعني كندير النواشف انا هما الاولين، عاد كنبسبسهم بالزيت كيف ما كتلاحظوا، عاد كنضيف البيض.
البيض هو الاخر باش كنجمع الخليط، وراها كتجي البنات لذيذه بزاف، وكتجي معلكه وكتجي رطبه، وكتبقى رطبه يعني واخا تبقى عندكم المده ديال الشهر كتبقى رطبه، راه ما كتنشفش. غير تبعوا يعني النصائح اللي كنعطيكم، غادي نخلي لكم الفيديو يعني هنا ما ذكرتش لكم لا المقادير لا النصائح ديال كيفاش غادي نحضرها. بغيت نشوف معكم غير يعني الترتيب ديال الخدمه كيفاش خدمت هاد لا كوموند، مع انني راه ديجا حاطه هاد المقادير كاملين، يعني غادي تلقاو المقادير ديال هاد الغريبه والطريقه ديالها بالتفصيل في صندوق الوصف، نخلي لكم الرابط، راه كتجي البنات لذيذه بزاف وناجحه 100%. صافي البنات، هنا كملت الطلبيه ديالي. كيف ما كتلاحظوا يعني غنعطيكم كل شكل شحال فيه من حبه بالنسبه يعني للصابلي ديال الشجيره، تقريبا الكيلو يعني انا اللي حسبت فيه 83 حبه، وهذا كيبقى على حسب يعني السمك ديال الصابلي كيفاش داير. انا عطاني 83 حبه في هذا الكيلو. بالنسبه لهذا الشكل هذا 66 حبه في الكيلو، كتلاحظوا راه كيجي المنظر ديالو زوين، وكذلك المذاق راه كيجي رائع البنات. انا يعني درت فيه التلصيقه اولا التعليكه بالنكهه ديال الفرامبواز. بالنسبة لهذا الدائري يعني بلي فخوي كونفي كيجي هائل البنات، المذاق ديالو كيجي روعة بزاف، فيه 66 حبة في الكيلو. بالنسبة لهذا الشكل يعني على شكل ديامون، هذا خذا ليا 87 حبة في الكيلو، لأن الشكل ديالو صغير كيف ما كتلاحظوا، يعني هو خذا أكبر عدد من الحبات 87 حبة في هذا الكيلو. بالنسبة لهذا الشكل طويل، هذا فيه 78 حبة في الكيلو، كيجي المنظر ديالو زوين البنات، والمذاق ديالو كيجي روعة، كيجي لذيذ بزاف. انا كيعجبني هكا الصابلي اللي فيه الشكلاط والكاوكاو اولا اللوز، يعني على حسب الطلب كيجي لذيذ بزاف. بالنسبة لهذا الشكل حتى هو هذا المربع حتى هو بالشوكولا وبكاوكاو، فيه 74 حبة في هذا الكيلو، خذا ليا 74 حبة. بالنسبة للمعمول ديال التمر يعني في الكيلو الواحد عندي 41 حبة، هي كيلو درت جوج كيلو، هي 82 حبة اللي عندي هنايا، يعني درتهم في جوج بواطات كيف ما كتلاحظوا معايا. بالنسبة للفقاس يعني ما حسبتش عدد الحبات، المهم هذيك الكمية خرجت ليا كيلو كيف ما كتلاحظوا معايا، راه كيجي زوين البنات هذا الفقاس، جربوا كيجي لذيذ في المذاق ديالو، بنين بنين بنين. وعندنا اخيرا الغريبه ديال السميده والكوك، كيف ما كتلاحظوا جات رائعه في المنظر ديالها، وما نقولش لكم البنات المذاق جا هائل هائل هائل، لذيذه بزاف، غير جربوها جربوها، انا حاجه كتعجبني بزاف نبقى نقول لكم جربوها، راه كتجي فنه، خصوصا انها ما كتصدقش مع البنات كاملين. كتعطي 58 حبه في العجنه، وعبرت هنا جوج كيلو، وشاطوا لي شي حبات كليناهم بطبيعه الحال حنايا، وعطيت لبناتي منهم. ورا هذه هي الطلبيه اللي حضرت يعني في 3 ايام كيف ما كتلاحظوا معايا، 6 ديال الاشكال ديال الصابلي، يعني كل واحد فيه كيلو، جوج كيلو ديال المعمول، جوج كيلو ديال المعلكه بالسميده والكوك، وكيلو ديال الفقاس. ونتمنى ان الفيديو ديال اليوم ينال اعجابكم، وهاد الوصفات يعجبوكم، وغنخلي لكم كل شيء البنات اللي كيتعلق بهاد الحلويات وهاد المقادير والطرق اللي غادي تخدموهم بها باش ينجحوا معكم، غنخليهم لكم في صندوق الوصف اسفل هاد الفيديو. ونتمنى الى عجبكم الفيديو ما تنساونيش من جيم، وتشتركوا بالقناه اللي مازال ما اشترك بها باش توصلوا دائما بجديد الفيديوهات وجديد الوصفات. والى اللقاء مع فيديو جديد ان شاء الله، مع السلامه.